صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. فهذا يوم الجميل، يوم الاثنين، ثاني يوم في الأسبوع. إن شاء الله يكون يوم الأحد كان يوم جميل وكان بداية أسبوع جميلة في بلدنا الجميل الإمارات وفي دبي تحديدا. نطلع عليكم عبر قناة نور دبي. هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعات المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طبعا برنامج صحة وسعادة كما تعودتوا عليه هو برنامج ينقل لكم آخر أخبار هيئة الصحة بدبي، شو عندنا من خدمات، شو عندنا أخبار، شو جديد التكنولوجيا، شوي عندنا دردشة على السوشيال ميديا، عندنا فقرات متنوعة مثل ما تعودتوا دائما. الفقرات الثابتة عندنا في البرنامج هي فقرة التغذية دائما تكون موجودة، وفقرة السوشيال ميديا بالإضافة لضيوف مميزين آخرين دائما يكونوا معنا عشان يشاركونكم أحدث الخدمات، يعطونكم معلومات طبية تحتاجونها، وأكيد ما نستغني عن تواصلكم. تحرصوا تتواصلون معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006. طبعا بدأ شهر أكتوبر، يعني هذا يعتبر شهر إكسبو بمنع إكسبو، ما شاء الله ابتدى يعني كمان يمكن أسبوع وشيء من بداية إكسبو. اللي ما راح للحين إكسبو شجعكم كلكم طبعا أنكم تسيرون وتزورون إكسبو وتشوفون إكسبو، معالم إكسبو، خدمات إكسبو، شو الدول المشاركة فيه، شو الموجود في كل جناح لدول إكسبو والدول المشاركة في إكسبو. ورد نأكد دائما يعني إكسبو عبارة عن جهود جبارة على مدى سنوات كبيرة. فآمنة رحتي إكسبو ولا بعدك؟ لا دكتورة، إن شاء الله يوم الأربعاء أول يوم إن شاء الله. أول زيارة طبعا، لأن قالوا لي يحتاج زيارات كثيرة للتعرف على إكسبو. أكيد صحيح. فمعايا آمنة اليوم في التقديم. آمنة يوم تروحين إكسبو لازم يوم الخميس طلعين بصحة وسعادة تقولي عن كل شيء شفتي في إكسبو. إن شاء الله أبعد المستمعين أني بعد زيارتي لإكسبو بنقلهم أيضا جهود هيئة الصحة في دبي إن شاء الله. والمشاركات اللي تقدمها في إكسبو 2020. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم كل صباح أن نبدأ معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة مع الخبر المحلي أو العالمي. وخبرنا اليوم يقول: دراسة حديثة تقول فيروس كورونا يهدد بشكل خطير الصحة العقلية. وطبعا ننوه دكتورة اليوم بأن مواضيع حلقاتنا كلها بتتناول الصحة النفسية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية اللي كان يصادف 10 أكتوبر بالأمس. فأعزائي المستمعين، فقرات برنامج صحة وسعادة كلها بتتناول المواضيع النفسية المختلفة، وكذلك بنتكلم عن المرونة النفسية وبنتكلم عن خدمات مستشفى راشد فيما يخص الأمراض النفسية. وخبرنا يقول: وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة كامبريدج البريطانية أن فيروس كورونا وما تبعه من تداعيات أدى إلى تهديدات خطيرة للصحة العقلية العامة، وخاصة بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي. وأجريت الدراسة التي نشرتها دورية سايكولوجيكال على عينة ضمنت 957 بالغا تم التواصل معهم بشكل شخصي لمعرفة تداعيات تعرضهم لإجراءات الحجر الصحي والإغلاق. وأشارت الدراسة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمواجهة الجائحة والحد من تفشيها أدى إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية على بعض الأسر، وخاصة تلك اللي تعاني من ظروف سيئة مثل البطالة وانعدام الأمن الغذائي. وأوضحت الدراسة أيضا أن كل هذه الأمور تعرض أصحابها للإصابة بأمراض نفسية حادة مثل القلق والاكتئاب والتوتر. وسبق للأمم المتحدة أن حذرت من أن كوفيد-19 يثير أزمة عالمية كبرى في مجال الصحة العقلية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات النفسية الناجمة عن هذا المرض. فدكتورة، خبرنا اليوم مهم إذا إحنا نقول أن العالم يتجه إلى تداعيات في الصحة العقلية مع تفشي كورونا. يعني الحمد لله نحن في مرحلة التعافي، ولكن أثناء وجود كوفيد دكتورة، هل كان لهيئة الصحة جهود في هذا المجال، مجال الصحة النفسية؟ طبعا فيروس كورونا، طبعا بما أنه فيروس شوية دائما نقول
غير عن الفيروسات الثانية، ومثل ما قالت الدراسة هو بالشكل الأكبر هو الحجر الصحي اللي يصاحب إصابة الشخص بالكوفيد، هو اللي يخلي الواحد يدخل في اكتئاب، في توتر، تنشأ عنده مشاكل صحية أو نفسية ما كانت موجودة قبل. فحتى مراكز تقييم حالات كوفيد جزء كبير منها يعتمد على تقييم الحالة النفسية للمريض، مو فقط الحالة الجسدية، يعني مو بس نطلب له أشعة وتحاليل، ولكن تقييم الحالة النفسية. وأيضا في عيادات ما بعد الكوفيد اللي الحين موجودة في مركز ندى الحمر والبرشة، العامل العنصر الأساسي اللي نركز عليه في خلال تقييم المرضى هو العامل النفسي، النوم، الاكتئاب، الأفكار التي للإنسان، لأن نعرف أن إجراءات الحجر الصحي وإصابة بالكوفيد نفسه وما صاحب كوفيد طبعا من حملات إعلانية وكلام في إعلام جزء منه مغلوط جزء منه صحيح كله أثر على نفسية الناس. فإحنا ما راح نطول في الكلام عشان ما نطول على أسماء، أسماء الجناحي طبعا بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل قبل نقول على الإعلام والمعلومات الصحيحة والمغلوطة، ناخذ المعلومة الصحيحة أكيد من عند أسماء. صباحك خير يا أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المتابعين إذاعة نور دبي. حياك الله يا أسماء. شو جديد السوشيال ميديا؟ من ضمن الأشياء اللي نحن نحب أو نشرناها للمتعاملين يوم أمس هو نقل خدمات عيادة أبتاون لخدمات الوقائية. الرسالة تقول: نوجه عناية السادة المتعاملين بأنه تم نقل خدمات عيادة أبتاون للخدمات الوقائية إلى مراكز أخرى، وسيصل كل من لديه موعد متفق مع المركز رسالة نصية بموقع إنجاز معاملته. فكل اللي عندهم مواعيد سواء كان الجرعة الثانية من التطعيم أو المواعيد المتعلقة بخدمات المركز راح توصلهم رسالة نصية بالموقع الجديد لإتمام يعني إتمام سواء معاملاتهم أو التطعيم. كل اللي نتمنى منهم أن يشيكون الرسالة النصية، لأنه يمكن أشخاص تحرون مثلا أنه تفكير، لكن نتمنى منهم أن يشيكون رسالة نصية ويشيكون الموقع اللي فيه تتوفر فيه الخدمة. أيضا من ضمن الأشياء اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي اليوم، يعني البارحة كان يوم العالمي للصحة النفسية، فحطينا بعض العلامات على التوتر النفسي. بس نحب أيضا أن نقول الجميع أن من الطبيعي تأثر الصحة النفسية، نحن ما نقدر نكون إيجابيين 24 ساعة، أو يعني مو بإيجابية، الإيجابية تفكير، لكن ما نقدر نكون سعداء 24 ساعة، ما في حد في الدنيا بيكون سعيد 24 ساعة. صحيح. لكن طريقة تفكيرنا الإيجابية اللي نفكر فيها هي اللي تخلينا نحن نتغلب على الضغوطات، نتغلب على العواقب اللي موجودة. فنحن كنا حاطين بعض علامات التوتر النفسي، وأهم شيء إن نحن نراقب الأعراض اللي تطلع لنا، لأن هي كلها علامات تساعدنا إن نحن يعني متى نقول ستوب ونبدأ نفكر في أنفسنا شوية. فنجد يعني المفروض نحن ننصح بس إن الناس ما تهمل العلامات اللي توصلها أو اللي يحسون فيها، ويأخذون دائما الأكشن اللي يساعدهم في تخطي العواقب أو الضغوطات النفسية. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن مستمرين في تقديم النصائح والخدمات وآخر التحديث على الخدمات. والأهم من هذا كله أن نحن نذكر أيضا بالتطعيم، أن مراكز التطعيم هيئة الصحة بدبي هي من خلال المواعيد المسبقة، كل اللي عليهم أن يفتحون تطبيق هيئة الصحة بدبي، يحجزون الموعد أو من خلال خدمة الواتساب اللي هي 8342، اللي يحتاجون يسوونه إن يحفظون الرقم في قائمة الاتصال، يكتبون كلمة هاي على الشات وراح تطلع لهم كل الخدمات المتعلقة بالتطعيم وغير التطعيم اللي موجودة في خدمة الواتساب. يعني تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة وشهر سعيد دام أنه شهر الصحة النفسية. وانت بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك. بما أن على السريع ما نطلع الفاصل عاملك نتكلم عن الصحة النفسية، قبل أكثر من 10 سنوات، يعني ما شاء 10 سنوات، شو غمضي فتحي 10 سنوات، كان قبل فترة جدا طويلة كان دائما تركيز على الصحة البدنية، يعني كان واحد يروح للدكتور بس أوكي نفحص بطنه، نفحص صدره، نطلب له أشعة تحاليل، ما كان في أهمية للصحة النفسية، كان أن كل عرض عند الإنسان أكيد له سبب عضوي. بس مع تطور الطب وتطور الحياة اكتشفوا أن في أعراض تكون عند الأشخاص 100% يكون سليمين فيزيائيا أو جسديا، مثل ما نقول نطلب له كل التحاليل كل شيء يكون زين، لكن فاكتشفنا أثر الصحة النفسية
على ظهور أعراض تشبه أعراض المرض العادي. نفس أعراض يعني ممكن تكون ناس عندها ألم في الظهر متواصل، نسوي لك كل الفحوصات، ما عندها مشكلة في الفقرات، ما عندها مشكلة في الحوض، ما عندها أي في الأعصاب، ما عندها أي مشكلة، نكتشف بعدين أن هناك عامل نفسي موجود. ومنظمة الصحة العالمية ترى أولت أهمية كبيرة جدا للصحة النفسية، لدرجة أن مفهوم الصحة بشكل عام تغير، صار مفهوم الصحة ليس فقط الصحة الجسدية، لكن أن الإنسان يكون معافى جسديا واجتماعيا و نفسيا. فما نقلل من أهمية الصحة النفسية. وقبل كنا نصير احنا كنا نسوي نداوم في قسم الصحة النفسية في المستشفيات عندنا، كنا نلاقي الناس شوي تتخشش، ما تبي حد يعرف ان عندنا موعد في الصحة النفسية، تلاقي نفس نظارات كبيرة، الحريم متغشيات عشان ما حد يعرفهم. الحين ما شاء الله صار الناس عندها وعي ان الصحة النفسية جزء من الصحة العامة، فأنا عادي أسير وأجلس وأحجز موعد وأقول دكتور حولني. ما صار في هذه اللي يسمونها الاستيغما أو إن العيب، يعني أنا عيب كيف أروح صحة نفسية؟ الوعي صار كبير دكتور أكيد. الحين وصار يعني المجتمع أيضا يتقبل للزيارات للطبيب النفسي كأنه رايح يزور أي تخصص آخر يكشف على نفسه، مو بعيب، وبالعكس الواحد يطمن على صحته النفسية، شيء جدا مهم له ولحياته الاجتماعية أيضا. فدكتورة ننتقل الحين لفاصل بسيط ونرجع لأعزائي المستمعين مع موضوع مرونة الصحة النفسية، نتعرف عليه أكثر بعد الفاصل، انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا أول شيء نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. فمثل ما كنا نقول قبل الفاصل بخصوص الصحة النفسية، في معلومة أنا قريتها قبل كم يوم عن منظمة الصحة العالمية، إن في عام 2013 وافقت جمعية الصحة العالمية إن تسوي، يعني عشان نبين أهمية الصحة النفسية، وافقت إن يكون هناك خطة عمل شاملة للصحة النفسية بين عام 2013 و2020. شو الهدف منها؟ إن كل الدول تقوم بعمل مبادرات أو خطة لتحسين الصحة النفسية، لأن اكتشفوا إن تكلفة الأمراض اللي تنشأ بسبب سوء الصحة النفسية أكثر قد تكون من الأمراض الجسدية اللي تصيب الإنسان. فهذه دعوة لكل المستمعين يسمعون صحة وسعادة، إذا أنت شاك إن عندك أي مشكلة نفسية حاب تتكلم فيها، توجه لطبيب الأسرة، وإذا حسيت بتكلم المختص خلي حولك على طبيب النفسية. عندنا طبعا نفسي رائعين في هيئة الصحة. بما نتكلم عن مرونة عن الصحة النفسية يا آمنة، منو عندنا اليوم؟ معنا الدكتورة منى عبد اللطيف، أخصائي أول بقسم برامج ودراسات الصحة العامة، وبتحدثنا أكثر عن مرونة الصحة النفسية. صباح الخير دكتورة منى. صباح النور، شكرا أخت آمنة وشكرا دكتورة ندى على الاستضافة، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتورة. بداية نعرف المستمعين شو نعني يعني مرونة المرونة النفسية، يعني مصطلح يمكن يكون جديد على المستمعين وجديد علينا، فممكن تعرفينا بدورك اختصاصية في هذا المجال؟ نحن كأخصائيين صحة عامة نحب أن الناس يفهمون شو هي الصحة النفسية ويفهمون شو هي المرونة النفسية، لأن المرونة النفسية هي اللي بتعزز الصحة النفسية. وأنا متأكدة أن في بداية البرنامج حضراتكم تفضلت وشرحت شو يعني الصحة النفسية، اللي هي حالة من العافية يستطيع فيها الفرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر الاعتيادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمع المحلي. شو يعني هالكلام؟ الصحة النفسية يعني أني أنا أكون بخير، أحس أني أنا من الداخل أكون بخير وأقدر أني أدير بالي على عمري وأقدر أني أشتغل وأساهم في المجتمع وأستمتع بحياتي أيضا وأكون مفيدة لنفسي وللناس اللي أنا مسؤولة عنهم. ساعات يعني الناس كما نعلم أن الحياة تسير فيها أحداث وتوترات، مستحيل حد حياته ماشية كلها بدون أي تشالنج، بدون أي تحدي، إلا ما الواحد يمر بأزمة أو تحدي. شو أنواع التحديات اللي ممكن الإنسان يمر فيها؟ نسميها الأحداث الجسيمة، فقدان عزيز بسبب الوفاة، فقدان وظيفة، الدخول في حالة يعني البطالة، عدم العمل، الإصابة بمرض مميت مثلا الله يحفظ السامعين كلهم، سرطان، الانتصال الأسري، الطلاق،
أو الإصابة بمرض. هاي الأحداث الحياة الجسيمة، أحداث الحياة الجسيمة أكيد أنها بتحط توتر على الإنسان. نعم. فنحن صحتنا النفسية اللي هي تتكون من المشاعر، في مشاعر وفي تفكير وذاكرة وتعلم وسلوك، في منها مشاعر، فنحن صحتنا مشاعرنا تتأثر بهذا الضغط النفسي اللي نمر فيه، فتتأثر بهذا الضغط النفسي اللي نمر فيه. فأنا كيف ممكن أتعامل، كيف أتكيف مع هذه، مع أحداث الحياة الجسيمة، كيف أمر فيها نفسيا بسلام، وكيف أعود إلى سابق حالتي من الصحة النفسية كما قبل هذا الحدث. هذا معنى المرونة النفسية. هذا معنى المرونة، معنى أن الواحد يتكيف مع اللي يستوي معاه في حياته، سواء أحداث جسيمة أو أحداث بسيطة، ويقدر يرجع لحالته النفسية ما قبل مروره بهذا الحدث. طبعا لما يمر الإنسان بأي حدث كان كبير أو صغير، يعني أكيد بيتأثر، أكيد بيزعل، لكن الأهم دائما مثل ما ركز دائما دكتور من أن الواحد يقدر يرجع لممارسة حياته الطبيعية، ما توقف الحياة عند هذاك الحدث اللي هو مر فيه. الله ينور عليك دكتورة. فمثلا إذا أخذنا مثال الستريس بول اللي هو كرة تخفيف التوتر، أنا أحبها هذه. هل تضغطين عليها عشان التوتر؟ هي هذه. نعم هذه. تنفع هاي فعلا يعني، تنفع ولا بس هيك يعني دعايه؟ دكتوره ممكن تحركين ايدك الصراحه يعني لو الناس يشوفونك. بس هي تنفع ولا يعني تنفع ولا تحسين هو نفسيا احنا يعني تعودنا عليها، ولا هي فعلا تنفع؟ يعني هي الى حد ما تنفع في يعني تشتت الانتباه عن الموضوع اللي يوترنا الى شيء اخر، يعطينا شويه راحه، يعطي تفكيرنا شويه راحه. ولكن لماذا انا تحدثت عن هذه الكره؟ يوم نضغط على هاي الكره شو يصير؟ الكره هاي مثل يعني تنعفص كذي. اكزاكتلي تنعفص. ويوم نشل ايدنا شو يصير؟ ترى تنتفخ تسوي كره كاملة. هذه هي المرونة النفسية. ممتاز. في وقت الضغط نتكيف، وبعدين نحاول نوجد حل واقعي وجذري للمشكلة اللي نمر فيها، وبعدين نرجع لسابق عهدنا من الحالة النفسية الصحية. ممتاز. هذا معنى المرونة النفسية. إذن لو قلنا دكتورة منى، شو العوامل اللي تعزز المرونة النفسية؟ مثلا حد يقول مثلا شو ممكن أسوي عشان تكون عندي مرونة نفسية أفضل؟ الله ينور عليك يا دكتورة، هذا السؤال وايد مهم. المرونة النفسية مو بشيء خارق عن العادة، كل إنسان عنده هالمهارة، ونحن يعني هاي المهارة ليست مهارة استثنائية مال سوبرمان وسوبرومان، لا، الإنسان الاعتيادي عنده مرونة نفسية، بس الحلو إنه نقدر نعززها ونطورها. السؤال هو كيف نطورها؟ شو الأشياء اللي ممكن تأثر على المرونة النفسية؟ أول شيء نفهم مشاعرنا عنده الدخول في عند مواجهة الأزمة. يعني إذا أنا زعلانة أفهم إني أنا زعلانة، إذا أنا متوترة أفهم إني أنا متوترة، وأخذ وقتي. لا بأس إني أزعل وإني أصيح وإني أرقد يومين في الفراش زعلانة ومنهكة وأخذ راحتي، لا بأس. أفهم مشاعري، أخذ وقتي لكي أتعامل مع هالمشاعر، سواء كانت حزن أو غضب أو إلى آخره. بعدين فضلين دكتورة، في رسالة عشان بس عشان ما تضيع الرسائل. السلام عليكم، يا ريت الصحة تسوي خط للنصائح تساعد المواطنين على اتخاذ بعض القرارات الصحية والمساهمة في توجيه علاج، يعني أعتقد حتى قرارات صحية نفسية ممكن أو غيرها، وبعض المعلومات العامة. هل هناك طريقة إن الشخص يحصل على نصيحة نفسية من غير زيارة طبيب النفسي؟ هل هناك خط؟ نعم، بس هذا سؤال وايد جيد وممتاز. الاستشاريين النفسيين موجودين أيضا، وهم متوفرين في عن طريق المراكز الصحية. يعني يوم نحن نصير عند دكتورتنا، دكتورة طب الأسرة، نقول له نبى تحويل حق الاستشاري النفسي، والاستشاري النفسي يعطينا استشارات، سواء كان، وفي استشاريين نفسيين في القطاع الخاص أيضا. وأحيان الكلام يعني الخبر الحلو الجديد إن التأمين الصحي يغطي هذه الاستشارات. ممتاز. رح نأخذ مداخلة من عند أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا أبو علي، تفضل. الله يحفظكم. بس أنا بقيت أتكلم من واقع تجربتي في مسألة الصحة النفسية. نعم. أنا طبعا في البداية عانيت من آلام عضوية في الجسم، يعني
وسويت فحوصات كثيرة وكانت معاناتي قاسية جدا. وصلت إلى درجة أني كنت بتعطل عن أعمالي، عن أشغالي، عن حياتي الأسرية. وسافرت إلى الخارج للبحث عن العلاج، وكانت نتائجي كلها بالنسبة للأوجاع العضوية كانت كل نتائجي سليمة. في الأخير طبعا كانت الآلام هذه تزيد من عبئي النفسي، طبعا صرت متوتر أكثر، صرت تعبان أكثر. والحمد لله في الأخير أنا راجعت عيادة نفسية والآن تحسنت الحمد لله. فأنا يعني من واقع هذه التجربة كما ألاحظ عند كثير من الناس يشوفوا أن المسألة العلاج النفسي كأنه عيب أو شيء من هذا القبيل، يعني مثل ما تكلمت الدكتورة قبل شوية. فيعني أنا عندي مثلا عندي من أقاربي لما أنصحهم لمسألة العلاج النفسي في بعض المسائل اللي يتعرضوا لها كضغوطات نفسية أو شيء أو حزن أو من هذا الأشياء، يعني ألاحظهم يتهربوا من هذا الموضوع. وفوق هذا ثقافة مسألة الأدوية النفسية، يخافوا من الأدوية النفسية على أساس أنها إدمان، مع أنها أدوية عادية يعني ما تسبب أي آثار جانبية. ونصيحتي أريد أتكلم بالنسبة للجانب الأسري، يعني الأسرة لازم تنمي هذه الثقافة حتى عند الأطفال الصغار، يعني توعيهم من ناحية الجانب النفسي، ما يتعرضوا لضغوط نفسية أثناء الدراسة في المدارس مع زملائهم. أي شيء يكونوا مثل الكتاب المفتوح للوالدين، يتكلموا بأي شيء عندهم كبت، عندهم شيء يتكلمون فيه. والعيادات النفسية والصحة النفسية لا هي عيب ولا أن أدويتها فيها ضرر أكيد. وهذا أنا أتكلم من ناحية من واقع تجربة. شكرا لك يا أبو علي على مشاركتك الجميلة اليوم، على أنك أخذت من وقتك وشاركتنا في صحة وسعادة. يعطيك ألف عافية، أتمنى لك إن شاء الله تكون دائما بصحة وسعادة. يعطيك العافية دكتورة منى، شو رأيك في كلام أبو علي؟ والله الكلام اللي قاله أبو علي وايد ممتاز وجيد، وبالفعل نحن يعني حين أبو علي نبهنا النقطة وايد مهمة في المرونة النفسية، إن مشاعرنا هي ليست على وتيرة واحدة. صحيح. يعني أنا اللي يقول إنه طول اليوم سعيد وراضي هذا إنسان غير واقعي. الحالة الطبيعية للصحة النفسية إن نحن مشاعرنا تتأرجح ما بين الرضا والحزن والغضب والإشمئزاز والدهشة. مشاعرنا تتقلب في اليوم الواحد أكثر من مرة، وأحيانا تكون في نفس الوقت عدة مشاعر مختلطة، وهذا الشيء طبيعي وزين وعادي، يعني هذه هي الحالة الطبيعية. ممتاز. وطبعا هذه تكون نتيجة الاستجابات استجابات خارجية أو داخلية. المهم أن نحن نعرف أنه إذا كان واحد من المشاعر مسيطر علينا أغلب الوقت فهني في يعني مشكلة. مثلا إذا كان الحزن مسيطر علينا، الحزن الشديد واليأس مسيطر علينا لأسبوعين متتاليين، فهني أنا محتاجة أكلم الاستشاري النفسي وأشوف هل أنا يعني هل لدي حالة من اضطراب الاكتئاب أم لا. نعم طبعا دكتورة. تفضلي دكتورة. طبعا يعني لضيق الوقت يعني عندنا دقيقة ما شاء الله، أبو علي أثرانا بحديثة، يعني مثل ما تقولين الرسالة في المكان المناسب في الحلقة المناسبة في الوقت المناسب. فنحن نبي نعرف منك الحين لو بتعطينا أهم النقاط لتعزيز المرونة النفسية، لو بتلخصين لنا إياها في دقيقة، شو بتكون هي هاي النقاط المهمة اللي تعزز من المرونة النفسية؟ نعم، نحن قلنا نفهم مشاعرنا ونعطي وقتنا يعني لتفريغ هذه المشاعر والتعامل معها، بعدين نفهم شو هي الأزمة اللي نمر فيها ونحاول أن نحل جذور المشكلة بحلول واقعية. يعني إذا الواحد وصل خبر أنه مصاب بالسرطان يزعل ويصيح وبعدين يدور حلول العلاج ويشوف الحلول الواقعية للموضوع، أو إذا حد فقد الوظيفة يدور على أسباب فقده للوظيفة، هل يحتاج شهادة زيادة، هل يحتاج عمل آخر، هل يحتاج مهارة يطور نفسه ويريد يدور الشغل. طبعا التأمل والممارسات الروحية وايد مهمة تعزز، والبحث عن هدف في الحياة. أيضا شبكة الدعم الاجتماعي، ما نخسر أبدا ما نخسر أهلنا، أهم شبكة
تدعمنا اجتماعيا أسرتنا وأهلنا. نقبل المساعدة، يعني إذا أنا في موقف أني تعبانة، أمر في أزمة وضغط، ما علي، أقبل من خواتي ومن أهلي أن يساعدوني، وصون عيالي المدرسة، يشلونه من المدرسة، حد يطرش لي الأكل البيت، حد يساعدني في تنظيف البيت، حد يصير عني الجمعية، حد يبلي، لا بأس، نحن موجودين علشان ندعم بعض. وهاي شبكة الدعم الاجتماعي وايد مهمة نفسيا، بعد أكلمهم، أفضفض وياهم، أفضفض حق خواتي، حق خواتي، حق الناس اللي أثق فيهم. إذا ما عندي حد أفضفض، لا أصير بالاستشاري النفسي مثل ما قال أبو علي، استشاري النفسي بيسمعني وسيرشدني إلى يعني أمور يمكن أنا متنفسها عليها. نعم بالضبط، مع الناس اللي نثق فيهم، الاستشاري النفسي أو أهلنا، تقبل المساعدة من شبكة الدعم الاجتماعي، نبحث عن هدف على الحياة، ونحافظ على عافيتنا. أكيد نحاول نتجنب السلوكيات اللي تدمر عافيتنا النفسية زيادة، مثل التدخين والأكل الغير صحي والمسكرات والمخدرات والكحول، ونعتمد السلوكيات الصحية، وأهم سلوك صحي هو الغذاء الصحي والمشي لمدة 20 دقيقة في اليوم لما ينقطع النفس. هالشيء يأثر على الصحة النفسية إيجابيا بطريقة وايد مفيدة. نعم طبعا، مفيد أني أمارس الرياضة البدنية 20 دقيقة في اليوم لمرحلة أكيد دكتورة. طبعا هذا دائما اللي نحن نحث المستمعين في برنامج صحة وسعادة، أن الأنماط الصحية بتعكس على صحة الشخص سواء الجسدية أو النفسية. يعني ما شاء الله عليك دكتورة منى، لخصتي لنا النقاط بسرعة وتحدثتي عن موضوع جدا مهم اللي هو شبكة الدعم الاجتماعية، وإن شاء الله بنتطرق للحديث عنها أكثر في حلقات قادمة. شاكرين لك دكتورة منى عبد اللطيف، أخصائي أول بقسم برامج ودراسات الصحة العامة، هاي المشاركة المميزة والمعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها، وإن شاء الله نلقاك في حلقات أخرى. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا دكتورة ندى. الحين نطلع مع المستمعين لفاصل قصير، وبنستكمل معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة ومع خدمات مستشفى راشد النفسية. انتظرونا. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة، برنامجنا نقدم لكم بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، مثل ما ذكرنا في بداية حلقة برنامج صحة وسعادة، أن في 10 أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بيوم الصحة النفسية، بهدف التوعية بهذا الموضوع والتركيز على مختلف الجوانب المتعلقة بالصحة النفسية اللي تأثر بشكل أو آخر على الحياة اليومية للإنسان، بما في ذلك علاقاته الاجتماعية والصحة الجسدية وغيرها. لهذا الموضوع المهم خصصنا حلقة كاملة في برنامج صحة وسعادة نتناول فيه هذه المواضيع المختلفة والمهمة. وأيضا دكتورة حلقة واحدة ما تكفينا، احنا مستكملين إن شاء الله حديثنا عن الصحة النفسية إن شاء الله يوم الخميس أو الأربعاء، بعد بيكون معنا اختصاصي من الصحة النفسية. اليوم حديثنا عن الصحة النفسية والخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد للمرضى بتكون مع الدكتور بسام أيسر ضياء، أخصائي طب نفسي في مستشفى راشد. صباح الخير دكتور بسام. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا فيك، سامحنا طولنا عليك اليوم. لا عفوا بالعكس، أتشرف بيكم. أهلا فيك دكتور. حبينا نعرف منك في البداية قبل ما ندخل على خدمات مستشفى راشد اللي تقدمونها للصحة النفسية، نبي نعرف عن موضوع مهم جدا الناس ما تعرف تفرق بينه، اللي هو القلق العام والقلق الطبيعي. كيف ممكن نفرق بين هالنوعين؟ اوكي بسم الله. عفوا، هو اضطراب القلق العام. نعم. لا صحيح، هو لانه يعني شوفي، انا دائما اقول لهم القلق هو دائما نسبه موجوده عند الكل، واللي هو هذا شيء طبيعي. يعني انا اذا ما اقلق على مثلا امتحاني ما حدرس، إذا ما أقلق على سلامتي من حعبر الشارع ما حطلع يمين ويسار أشوف سيارات. هذا جزء، هذا القلق يحافظ على سلامتنا. القلق، الحرص، الخوف، هي درجات مختلفة للشيء نفسه، بس يبدي يزيد عن حده، يبدي يأثر على حياتنا، هناك يبدي يحتاج العلاج. يعني من يبدي يأثر على التركيز، على النوم. يعني هي شنو تعريف القلق العام؟ انه عندنا فتره يكون الشخص يعني دائما قلق، دائما متخوف، يعني كيف نقول، حاتي اشياء وايد، انه دائما
يعني يتخوف أشياء غالبا هي المستقبل تكون أكثر، يأثر على نومه حتى عنده مشكلة بداية النوم يظل يفكر، يأثر على شهيته للأكل، حتى ممكن تكون عنده أعراض جسمانية مثل يعني صداع، وجع بجسمه، وجع ظهره، انتفاخ، وجع بالبطن، حتى كثير عندهم يكون يصير عندهم يعني مع القلق القولون العصبي في نسبة تقريبا 80% يكونوا مع بعض. أكيد. دكتور بسام، في مسج جميل وصلنا يقول ما الأعراض اللي بندخل على طول، بما أن في مسج جميل كذي وجودك معانا نكسب وجودك معانا. لا حاضر ما تقصر دكتور. ما الأعراض اللي لازم ما نتغاضى عندها عند الأطفال لتشخيص المشاكل النفسية؟ طبعا دكتور يعني أتوقع أن أحد ممكن يكون أصعب الأشياء لما تي الأم العيادة وتقول أنا حس أن ولدي غير طبيعي يحتاج طبيب نفسي، فشو الأعراض اللي لازم تنتبه لها الأهل وتخليهم لا يفكرون لازم يشوف الطفل يشوف طبيب نفسي مختص في الأمراض النفسية للأطفال عشان مثل ما يقول تدخل مبكرا؟ نعم، الأطفال عادة طريقة تعبيرهم عن المشاعر تختلف، يعني مثلا الطفل ما يقول أنا قلق أو حزين، تلقي الغالبية تبين أنه مثلا عصبية أو المزاج يكون يعني متعكر، يعني الطريقة التعبير غير مباشرة، يعني مثلا بدل ما يقول انه انا خايف من شيء يقول مثلا بطني تعورني. يعني دائما تروح على اعراض مثلا جسمانيه او عصبيه. هذا الموضوع نحاول نكلم الاطفال، نحاول نعرف منهم شيء، اذا الموضوع بدا يزيد عن حده بدا يأثر يعني شيء يومي حتى بدا يأثر على صحته ممكن على نومه، هناك لا يحتاج واحد يشوف استشاري. نعم، يعني دكتور مثل ما تقول نراقب حالة الطفل. نعم ممكن يكون شيء مؤقت يعني يوم يومين ويمشي. نعم وليس شيء يطول بالضبط. نعم دكتور، بدينا الحلقة في اضطرابات القلق العام والتفرقة بين القلق الطبيعي والقلق العام. دكتور، إذا هناك شخص يعاني من نفرض هذا النوع من أنواع القلق، شو النصائح اللي ممكن أنت تقدمه لهذا الشخص اللي يعاني من القلق الدائم على المستقبل، القلق الدائم على الأشخاص من حوله، فهذا هالنوع من القلق الغير طبيعي يعني، وليس يعني القلق العام اللي يخاف الشخص من امتحان أو من الطريق؟ نعم، له حتى الخوف من امتحان بدرجات، عارفين لأن توصل مرحلة في ناس يأثر حتى على أدائهم بالامتحان. نعم. لأن هي في أنواع قلق مختلفة، الرهاب الاجتماعي مثلاً، في قلق يعني من الأمراض، هالأشياء. أولاً هي درجات، الشخص لازم يكون واعي للقلق. كثير ناس يجونا مثلاً يشكون إنه أنا ما أقدر أنام، بس من تسأليه على أعراضك يعني ينفي هذا الشيء، يقول إنه ما عنده، رغم من تشوف يعني عنده أشوفها عليه ده أشوف إنه هذا الشخص قلق. صحيح. نعم. نعم طبعا دكتور، وهذا أكيد لقلة الوعي لدى الأفراد بأنواع القلق وكيف ممكن يعرف أنه القلق هذا غير طبيعي. وعفوا دكتور، لدينا أيضا مداخلة من أبو محمد. صباح الخير أبو محمد. يا مرحبا، صباح الخير والسرور والعافية. حياك الله. يا هلا. أبا أسلم على الدكتور طول عمرك، وأبا أسأله سؤال القلق يجي بالنسبة للأطفال الأولاد يوم في المدارس طبعاً. ما ينام الولد، ولكن يعني والسبب طول عمرش حد من الأبوهات، يعني أنا أتمنى إنه ما يكون يدوخ شجارة قدام عياله ويبعد عن الدخان شوية، لأن الولد يعني يضايق. وأتمنى إن الأبوهات دائماً يحافظوا على الأولاد. بالنسبة للنوم يكون النوم من وقت ويسعد الطفل ويسعد البنت ويسعد الأولاد يعني. هذه واحدة. والشيء الثاني القلق بالنسبة لكبار السن، يعني القلق ما يبقيك يا الأب أو يا الأم إلا من الأولاد أو من الفكر أو من طول عماركم. فنتمنى أن الأولاد دائما يسمع كلام والديه ويسمع كلام أمه، أن ما حد ينفع اليوم إلا أمه وأبوه. صدقك يا أبو محمد، صدقك. عطهم زيادة، عطهم. هذيلا هم البركة، وهم هذيلا طول عمرك، هذيلا ذيهم تعبانين ويسهروا علينا الليالي. أكيد صح. إحنا لازم نسمع كلامهم. اليوم ما حد يفيدك اليوم. صحيح. والله ما حد يعطيك شربة المي.
إذا أنت ما تسمع كلام أمك وكلام أبوك هم البركة طبعا أكيد أكيد تسمع كلام أخوك الكبير أو أكثر الكبيرة صح رب العالمين يعني قال امشوا بطاعة الله وطاعة الوالدين ما قال أعطى الوالدين لا فهذا أهم شيء إن الوالدين لما يظهر من البيت الولد يعني أو البنت يبوس أمه على راسه ولا أبوه على راسه ويقول يا ربي توكل على الله هذه يسعدهم وهذا معاهم يعني دعوة كبيرة هذه لهم أكيد أكيد الولد يرفع صوته على أمه ولا يرفع صوته على أبوه ولا ما يسمع كلامه اليوم أنت ما تسوى شيء إذا أنت بدون أم وبدون أب ما تسوى شيء والله لو بتكون كيف ما ترقد كيف ما تسوي إذا أنت مو طايع أمك وأبوك ما تنفع أكيد صح هذا يعني أو شيء توصيه في الدين أبو محمد قبل لا تكون صحة نفسية مثل ما تفضلت يعني هاي أو شيء توصيات حسب ديننا الإسلامي إن احترام الأم والأب ونسمع كلامهم والله يعني مداخلتك جدا جدا قيمة أبو محمد يعني عن تشمل يعني أنت عطيتنا خلاصة الصحة النفسية والصحة الاجتماعية وصحة الأسرة يعني كله دمجته في هالدقيقتين طلعت معانا على الهواء يعني أنا شاكرت لك جدا أبو محمد هالمداخلة جدا جميلة جزاك الله ألف خير يقول الولد أنا ما نام ما تنام ليش ما تنام ليش؟ أمك وأبوك حاطين لك كل شيء ما شيء مقصرين فيهم تعبانين عليك صح نام من صح. وقت والقلق بيخوز عنك أكيد صح بيخوز عنك كل شيء بيخوز عنك أكيد. لازم أنت تدرس تتعلم مثل ما وجهنا الله يحفظه ويسلمه ويطول عمره الشيخ محمد بن راشد قال توجهوا للأمام صح. الله يحفظهم إن شاء الله شيخ آمين محمد. آمين أبو محمد آمين مشكور هذا الشيء هذا للأولاد يكونوا قدوة لنا وقدوة للبلد وقدوة لطول أعمارهم شيوخهم بلدهم الله يحفظكم آمين آمين أبو محمد جزاك الله خير شكرا لمداخلتك اليوم شكرا لمداخلتك الإيجابية جزاك الله خير يعطيك العافية دكتور بسامة أبو محمد أعطانا نقطة جدا مهمة هل هناك علاقة بين النوم هل النوم نفسه أول شيء اضطرابات النوم هل تدل على المرض النفسي وهل ممكن اضطرابات النوم تؤدي لأمراض نفسية زين أنت جيتي على نقطة مهمة أول شيء شكرا لأبو محمد على المداخلة الحلوة النوم هو بالضبط هو عرض وهو سبب يعني كثير من الأمراض تبين أيام أعراضها أول شيء بين الانتكاسة لا سمح الله هي النوم اللي ما بتخبط وفي كثير ناس تدرين أنه يعني هم مثلا عندهم حالة نفسية ووضع مستقر مع الأدوية بس أنه مثلا يسافر أو شيء يتلخبط نومه يسبب الانتكاسة ممتاز هي الاثنين مع بعض بالنسبة للقلق النوم هو أصلاً لأن إحنا عندنا هاي الساعة البيولوجية إنه يفضل وقت النوم بالليل الجسم أصلاً بالليل يبي يفرز مادة الميلاتونين يتهدئ فلو تلخبط النوم وقته ما ينتظم يعني المادة الميلاتونين مع الساعة البيولوجية بالجسم عداها إنه إحنا جسمنا بيه حتى البكتيريا الحميدة الموجودة بالأمعاء بي كل شيء يخضع لهذه الساعة البيولوجية صحيح فمن احنا ما ننام ومو بس احنا ما ننام هو الجسم كله فتشوفين اللي يتلخبط نومه مزاجه نفس الشيء يتلخبط صحيح دكتور بسام عندنا مسج انا عندي طفل دائما يريد الاشياء حواليه بترتيب معين ما شاء الله اذا والله فنان والله الولد خصوصا في غرفته يتوتر اذا حد غير يعني اي شيء في ترتيب الغرفه يقول هو ذكي ما شاء الله وغير هذا الشيء هو دائما سعيد ومرح فتوقع ما أدري صاحب أو صاحبة الرسالة يعني ممكن عندهم قلق بسيط إنه هل يكون الطفل المرتب خلينا نقول بزيادة شوية ويتوتر عند تغيير الترتيب هل هذا يدل على مرض نفسي والله ما شاء الله يدل على تربية ممتازة والله صراحة يعني المفروض طفلكم قدوة ما شاء الله علينا هو ترتيب لكن أتوقع فيه قلق معين عند صاحب أو صاحبة الرسالة هل ممكن يدل هذا إنه مرض نفسي ما أعرف هل هو قصده ممكن طيف وجود طيف التوحد ممكن ما أعرف لا لا يعني شوفي هو طيف التوحد مثل ما قلت هو طيف من اللي عندهم طيف التوحد إلى هو يكون يعني functional يكون صح. يشتغل ويعني يقدر يكملون دراسة يعني عندي حالات يجونا ما شاء الله يكملون دراسات وكل شيء وأنهم عنده طيف التوحد صحيح حالات الشديدة تكون صعبة يعني ويعني الله يعينهم طبعا يبقى هم أشياء ثانية مثل الوسواس القهري القلق هاي هم أشياء موجودة نعم كثير من الناس يكونون اللي هو يعني أصلا واصلين يعني يكون أنه واصل بحياته درجة علمية أو مكانة عالية يكون عنده هذا الجزء يعني بس يكون أهم شيء مدى يأثر على حياته
نعم، يعني نقول دكتور أن الأهل ينتبهون أن هذا الشخص اللي يرتب بزيادة الغرفة أو يقلق إذا شلوا شيء من أغراضه وغيروا مكانه، أن هذا يعني ينتبهون إذا هل هذا الشيء شديد أم شيء طبيعي وعادي. نعم، فدكتور لضيق مقبول يكون. نعم طبعا دكتور، لضيق الوقت اليوم ما شاء الله المداخلات والمسجات، حبينا بس نعرف المستمعين دكتور في ختام حلقتنا، حلقة صحة وسعادة، شو هي الخدمات النفسية اللي قدمها مستشفى راشد وكيف ممكن الحصول على هذه الخدمات؟ نعم، هو حاليا احنا عندنا موجود العيادة الخارجية القسم، وموجود القسم الخدمات النفسية المجتمعية اللي هم يعني يكون زيارات للبيوت إعطاء الأدوية أو أبر، مثلا الأبر الأدوية الطويلة المفعول مثلا، أو حتى متابعة الفحوصات، هاي تكون ضمن رقعة جغرافية دبي. وعدها في مثلا الفريق اللي يكون دائما موجود بالمستشفى يتابع الحالات اللي المدخلة بالأقسام الثانية، يعني حالات مرضية بس نتابعوها من الحالة النفسية. نعم، يعني دكتور مثل ما تذكر إذا مثلا الشخص لا سمح الله عنده مرض السرطان، لأن في هيئة الصحة مثل ما عرف تعملون بمنظومة متكاملة، فهذا شخص هذا قصدك دكتور بمتابعة الحالات؟ نعم نعم، مثلا في أيام مثلا أبسط شيء حالات يعني كورونا مثلا، من يدخل في ناس منهم مثلا عنده إن كان عنده مرض نفسي أو بعد هذا يشكو من أي مشاكل يحولوا علينا ونتابع. عدها هي الخدمات تشمل البالغين، الأطفال واليافعين وكبار السن، يعني موجودة هذا الفريق المختص يكون موجود خلال فترة الدوام الرسمي، يتابع حتى القسم الطوارئ بالمستشفى ويتابع المستشفيات الثانية التحويلات، وعدها بعد الدوام الرسمي يكون في أطباء مناوبين، فيكون الخدمة موجودة 24 ساعة للحالات الطارئة. يعني نعم، ودكتور يعني إذا شخص يعاني من قلق ويرى أو يحاب أنه يأخذ استشارة نفسية، هل يتجه إلى مستشفى راشد أم إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية كإجراء أولي؟ الإجراء الأولي غالباً هو يتم يعني معاينة من طبيب العام بالمراكز الرعاية، يتم التحويل للطب النفسي. التحويل حالياً الحمد لله نحاول نقلل فترة الانتظار بأسرع ما يمكن، وفي حالات الطوارئ اللي يجون للطوارئ ومحتاجين موعد نحاول نخليهم أسرع شيء. نعم، يعني دكتور ما شاء الله خدمات مستشفى راشد في الصحة النفسية خدمات شاملة جميع أفراد المجتمع مثل ما ذكرت، موجودة في الطوارئ، موجودة للأشخاص اللي حابين استشارات عن طريق المراكز الصحية الأولية، لأن الدكتور في المركز الصحي هو اللي بيشخص الحالة. دكتورة صحيح. أكيد أنت عندك خبرة أكثر بما أنك في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بيشخص الحالة في البداية، بيعرف إذا هل هو فعلا يعاني من يعني مرض نفسي معين ويحتاج مراجعة الطبيب النفسي أكيد. ثم تحويله ثم تحويله حسب الحالة، ونرد ونحب نطمن كل حد يعني يريد أن يحصل على استشارة نفسية، أن الفكرة القديمة أن إذا زرت طبيب نفسي أكيد بيعطيني أدوية كلها ترقد أو تغير مزاجي، هالفكرة جدا خاطئة. جزء كبير من خدمات الطب النفسي تعتمد على الاستشارة نفسها، أحيانا إحنا بس نحتاج حد نتكلم ونفضفض له، شخص يكون مختص. يعني كيف يعني مثل الأطباء النفسيين عندنا، أنا أفضفض له وأقول المشكلة عندي، معظم الوقت يكون استشارة دكتور بسام بالكلام، يعني توجيهات، مارس رياضة، اطلع أكثر، خل عندك حوالينك أصدقائك، خل تواصل مع الناس، هذا كله يعزز من صحتك النفسية، مو شرط الأدوية. الأدوية طبعا حسب الحالة الصحية وحسب ما يوصي به الطبيب. نعم طبعا دكتور بسام أيسر أخصائي طب نفسي في مستشفى راشد، تحدثنا اليوم عن معلومات جدا قيمة، وإحنا نوعد المستمعين بما أن التفاعل اليوم كان جدا كبير على فقرات البرنامج، أن خلال شهر أكتوبر بنتناول مواضيع نفسية مختلفة تهمكم وتهم جميع أفراد المجتمع. شكرا لك دكتور على وقتك الثمين المحترم. لا العفو، الله يخليكم، أتشرف بوجودي معكم. شكرا دكتور، نهارك سعيد. الله يخليك. في نهاية حلقة برنامج صحة وسعادة نشكر جميع فرق العمل في هيئة الصحة في دبي على الخدمات اللي يقدمونها في مجال الصحة النفسية، ونقول لجميع أفراد المجتمع اللي حاسب أنه محتاج
لهذه الخدمات. لا تبخلون على أنفسكم، النفس غالية، الصحة الاجتماعية مهمة. أكيد. توجهوا للمراكز الصحية، دائما اهتموا بصحتكم النفسية بمناسبة طبعا اليوم العالمي للصحة النفسية، ونوعدكم بمواضيع أفضل إن شاء الله في الحلقات القادمة. شاكرين لكم حسن استماعكم، نشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، وفي الإخراج مخرجنا المبدع نمر محمد، وفي التنسيق والمتابعة كانت معانا زميلتي ميرا الغفلي في تقديم حلقات برنامج صحة وسعادة. كنت معاكم آمنة آل علي، وشاركتني الحلقة دكتورة ندى الملة. كل ما خير. إن شاء الله أتمنىكم جميعا صحة نفسية وجسدية أفضل، ودمتم إن شاء الله في صحة وسعادة. صحة وسعادة